السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار الأخيرة لهذه الليلة من قناة السعودية. نبدأها بالعناوين. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان أمير دولة قطر بذكرى توليه مهام الحكم. وصول عدد جرعات لقاح كورونا المعطى في المملكة إلى 17 مليون جرعة. واتفاق فرنسي ألماني على دعم الحوار المباشر مع روسيا. بسم الله الرحمن الرحيم. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقيتي تهنئة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بمناسبة ذكرى توليه مهام الحكم. وعربت القيادة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لسموه ولحكومة وشعب دولة قطر الشقيقة المزيد من التقدم والازدهار. كما بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقيات تهنئة لفخامة رئيس جمهورية كرواتيا ولفخامة رئيس جمهورية سلوفينيا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلديهما ولفخامة رئيس جمهورية موزمبيق بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كرم صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية المواطن محمد بن عبد الله العليط الذي أسهم في منع حدوث حريق في مبنى سكني بمدينة الدمام بعد نشوب حريق في إحدى السيارات بمواقف المبنى. بحث صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، كما استعرض الجانبان المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة حيالها. أدى فخامة الرئيس أداما بارو رئيس جمهورية غامبيا مناسك العمرة، حيث كان في استقبال فخامته لدى وصوله المسجد الحرام عدد من المسؤولين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام. أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1255 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى أكثر من 479 ألف إصابة، فيما سجلت 14 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات أكثر من 7700 حالة وفاة. هذا وصل عدد الجرعات المعطاة من لقاح كورونا في المملكة إلى 17 مليون جرعة قدمت من خلال أكثر من 850 أو 580 مركزا للقاحات في أنحاء المملكة. وكانت وزارة الصحة قد أشارت في وقت سابق إلى أنه قد تم تغطية برنامج التحصين ل 70% من السكان البالغين في المملكة. تمكنت مبادرة معا نتحصن التي انطلقت من مركز صحي السلب بمحافظة الحرة في منطقة جازان من تحصين أكثر من 600 شخص حتى الآن بلقاحة فيروس كورونا في منازلهم بالحد الجنوبي. نتابع. معا نتحصن مبادرة لتقديم لقاحات كورونا على آخر نقطة في الحد الجنوبي بمركز صحي السلب في مركز الخشل بمحافظة الحرة. المبادرة التي انطلقت من خلال فرق طبية متخصصة في جولات ميدانية لزيارة منازل المواطنين وتقديم خدمة اللقاحات للمستفيدين من كبار السن وذوي الهمم في منازلهم. بفضل من الله دشنت مبادرة معا نتحصن بمركز السلب التابع لمركز الخشل بمحافظة الحرث الحدودية بالحد الجنوبي، وقد استهدفنا بالدرجة الأولى كبار السن وذوي الهمم من ذوي الاحتياجات الخاصة ومن ثم الفئات العمرية الأخرى، وقد وصلنا إلى تحصين أكثر من 600 شخص وما زلنا مستمرين لتقديم اللقاحات والرعاية الصحية.
الحملة التي بدأت بتشكيل فريق عمل ضم العديد من الجهات الحكومية والفرق التطوعية تمكنت من تحصين أكثر من 600 شخص حتى الآن من المواطنين والمقيمين الذين توافدوا على مركز صحي السلب بمركز الخشل في محافظة الحرث. قام مركز الخشل بمبادرة معنا تحصن لفيروس كورونا كوفيد-19 مسجد لقاح فايزر بالتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية منها مستشفى الحرث العام والمراكز الصحية بالسلب وأم الشعنون ولجنة التنمية الاجتماعية بالحرث وأيضا المركز الإعلامي بالمحافظة لتحسين أكبر شريحة من المجتمع تستهدف كبار السن وذوي الهمم في منازلهم والفئات العمرية في مركز السلب. تهدف المبادرة إلى تحصين أكبر عدد ممكن من أبناء مركز الخشل وسكان القرى الحدودية بمحافظة الحرث ممن لم يسبق لهم أخذ لقاح فيروس كورونا. نشكر حكومتنا حكومة خادم الحرمين الشريفين على جهودها المبذولة لإراحة المواطن سواء في الأمن والأمان والصحة، وقامت بهذه الجرعات وتوفيرها في جميع مناطق المملكة العربية السعودية. رعاية طبية متميزة وتقديم خدمات التحصين السريع للمستفيدين ضمن مبادرة مع نتحصن المستمرة على الحد الجنوبي بمركز صحي سلب. عبدالله الفيفي، محافظة الحرث. وفي ملف كورونا عالميا، ألمح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى أنه سيتم تخفيف القيود المفروضة على السفر إلى الخارج للأشخاص الذين تم تحصينهم بالكامل ضد كورونا. وأشار جونسون إلى أن نحو 83% من السكان البالغين في بريطانيا تلقوا جرعة واحدة من اللقاح، فيما تلقى 60% الجرعتين. ورغم التقدم المحرز في حملة التطعيم، إلى أن بريطانيا تواجه منذ أسابيع ارتفاعا ملحوظا في الحالات بسبب متحورة دلتا التي تم اكتشافها في الهند. أطاحت الفرق الرقابية بوزارة التجارة بأحد أكبر أوكار الغش يدار من قبل مقيم من جنسية سورية وآخر من جنسية مصرية يعملان لحسابهما الخاص، حولا مستودعا جنوب الرياض إلى معمل للغش التجاري بتصنيع وتعبئة المنظفات رديئة الصنع وتقليد علامات تجارية معروفة وصناعة الكمامات المخالفة من مواد مجهولة المصدر، وذلك بعد متابعة ورصد امتدت لأكثر من شهر ونصف. أعلنت الهيئة السعودية للسياحة عبر منصة روح السعودية عن إطلاق برنامج صيف السعودية 2021 تحت شعار صيفنا على جوك خلال المدة من 24 من شهر يونيو الجاري وحتى نهاية شهر سبتمبر، وذلك في 11 وجهة سياحية غنية بالتنوع الطبيعي والأجواء الرائعة. يقدم من خلالها ما يزيد عن 500 تجربة سياحية عبر أكثر من 250 شريكا من القطاع الخاص. ويعتزم القطاع السياحي بالمملكة في المضي قدما نحو تحقيق مستهدفاته الطموحة التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030 والساعية لترسيخ مكانة السعودية كواحدة من أهم الوجهات السياحية على مستوى المنطقة والعالم. تقيم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية معرض صنع يدي، وهي مبادرة أطلقتها الجامعة سابقا لطلاب المعاهد العلمية لاستثمار أوقاتهم خلال الإجازة الصيفية وتنمية مهاراتهم وتطوير قدراتهم وإمكاناتهم الاستثمارية والحرفية. نتابع. الاستثمار في الطلاب ربحا عظيما وهدفا نبيلا تسعى جامعة الإمام محمد بن سعود ومعاهدها العلمية بلوغه من خلال أنشطة إنتاجية رائدة. طبعا مبادرة صنع يدي التي يعني قامتها وكالة الجامعة لشؤون المعاهد العلمية بالتنسيق والتفاعل مع جميع المعاهد العلمية في جميع مناطق المملكة تنطلق أولا من رؤية المملكة 2030 ومن توجهات أيضا المملكة صنع في السعودية، وأيضا من الاهتمام بموضوع ريادة الأعمال وكيف نهيئ الشباب وندربهم على كل شخص يبدأ في التفكير في صنع وظيفته بنفسه. هذه المبادرة تهدف إلى بالفعل تدريب الطلاب على العمل الريادي، كيف أنك بالفعل تفكر من الآن بأن تصنع مهنتك المستقبلية أولا تؤمن لك أنت مصدر دخل
لك ولأسرتك وللمحيط اللي تعمل فيه. صنع يدي مبادرة تهدف إلى تشجيع الطلاب على ريادة الأعمال وتحقيق التنمية من خلال ثقافة العمل والادخار لدى الشباب. لأخبار السعودية، عبد الغني حادي، الرياض. أطلق مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إثراء معرض بصر وبصيرة بمشاركة عدد من الفنانين، ويستمر 9 أشهر وذلك بمقر إثراء في الظهران، ويضم المعرض 26 عملا فنيا محليا وعالميا، يأتي من أبرزها عمل نور على نور المستنبط من سورة النور. ويصاحب المعرض إقامة عدد من البرامج والورش المتخصصة في الجانب الفني، إضافة إلى مناقشة التأويلات الفردية للأعمال الفنية التي تعتمد على الحيل البصرية. وفي الشأن العربي والعالمي، أعرب نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح عن بالغ تقديره لدول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة ومساندتهم لجهود استعادة الشرعية والوقوف في وجه المخاطر والمهددات الإيرانية التخريبية. من جهته قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني أحمد بن مبارك إن وقف إطلاق النار في اليمن هو الخطوة الإنسانية الأهم التي يجب تحقيقها ليتم بعدها معالجة كافة القضايا والذهاب إلى مفاوضات الحل الشامل وفقا للمرجعيات الثلاث، متهما في الوقت ذاته ميليشيا الحوثي بعرقلة جهود إحلال السلام واستمرار عدوانها على مأرب وارتفاع وتيرة انتهاكاتها بحق المدنيين والنازحين. وفي آخر التطورات الميدانية باليمن، أعلن الجيش اليمني مقتل 17 عنصرا من ميليشيا الحوثي وإصابة آخرين في محافظة مأرب. وقال مصدر عسكري إن قوات الجيش والمقاومة نجحوا في تكبيد الميليشيا الحوثية الإرهابية خسائر بشرية ومادية في جبهة صرواح غربي مأرب. وإلى الشأن الليبي، حيث أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة أهمية إخراج الجماعات المسلحة غير الشرعية من ليبيا لتحقيق الأمن، وذلك في إطار خطة شاملة. جاء ذلك عقب لقاء الدبيبة مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في برلين، حيث ناقش معه آليات العمل من أجل استعادة الاستقرار وكذلك الخطوات اللازمة لتعزيز المصالحة الوطنية. أفاد تقرير للأمم المتحدة أن إيران رفعت نسبة تخصيب اليورانيوم لتصل إلى 60%، وأشار التقرير الذي سيقدم لمجلس الأمن في 30 يونيو إلى أن إيران ركبت أجهزة طرد جديدة لتخصيب اليورانيوم وقللت من التزاماتها بالاتفاق النووي. وحول برنامج طهران الصاروخي، اعتبر التقرير أن إطلاق إيران صواريخ باليستية لا يتسق مع التزاماتها. وكان رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي قد أثار مخاوفا بشأن تكثيف إيران للتخصيب إلى جانب انخفاض مراقبة المجتمع الدولي للبرنامج النووي الإيراني في الأشهر الأخيرة، لافتا إلى أن المفاوضات في فيينا لا تزال جارية. رأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن على الاتحاد الأوروبي إقامة تواصل مباشر مع روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين ووضع آليات للرد على استفزازات موسكو. من جانبه، أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون قبل اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي دعم بلاده للحوار مع روسيا لحماية المصالح الأوروبية وتحقيق الاستقرار في المنطقة. في المقابل، أعلن الكرملين أن الرئيس بوتين ينظر بإيجابية لعقد قمة مع كل من ميركل وماكرون، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي يؤيد الحوار مع الاتحاد الأوروبي. هذا ومن المقرر أن يبحث الأوروبيون في قمتهم في بروكسل علاقات الاتحاد مع روسيا التي تشهد تدهورا متواصلا منذ عام 2014. نشرتنا انتهت، بقي أن نذكركم بعناوينها. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد هنئان أمير دولة قطر بذكرى توليه مهام الحكم. وصول عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة إلى 17 مليون جرعة. واتفاق فرنسي ألماني على دعم الحوار الأوروبي المباشر مع روسيا. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، وفي أمان الله.